السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن أكتر تقنية بهرت العالم هي شات جي بي تي، وده الأسباب منها مثلا إن هو اتفتح على الناس كلها والناس كلها جربته، وفي تجربة مباشرة. يعني في حاجات كتيرة مثلا تجارب تبع جوجل بنسمع عنها لكن إحنا ما جربناهاش، لما نقرا بحث مثلا غير لما نستخدمه وإن إحنا نجربه بنفسنا. تاني حاجة إن هو مرتبط بإن أنت بتتكلم باللغة الطبيعية أو بتناقش معاه باللغة العادية، مش مطلوب منك تقعد تحفظ أكواد أو تسأله صيغة معينة، أو لو نسيت أقواس يقولك السؤال مش متاح. إن هو مجاني وسهل الاستخدام ومفيد في الحياة اليومية، يعني في مجال شغلك مفيد ليك. زي إيه مثلا؟ زي إن هو بيعمل توليد أو جنريشن، ان هو ممكن يكتب لك كود او يكتب لك شفره معينه او يكتب لك رساله او يعمل لك CV. ان هو مفتوح للاسئله والاجوبه، ممكن تساله في اي حاجه خالص سواء فلسفيه او حاجه في مجال عملك. فهو برضه فكره الشات كانك بتتكلم مع حد من اصحابك، وفكره ان هو مرتبط بالذكاء الاصطناعي دي حاجه خلت الناس كلها مشدوده ليه. من ضمن المزايا اللي فيه برضو إعادة الكتابة، ممكن يكون عندك جملة معينة فتقول له إعاد صياغتها بأسلوب معين، ممكن يكون عندك مقالة كبيرة تديها له وتقول له لخصها لي، ممكن في تقول له استخرج لي حاجات من النص، قول لي أسامي الأماكن مثلا أو الأشخاص. فشات جي بي تي طيب كان مين اللي بدأه أو مين اللي شغال عليه؟ الأوبن إي آي دي كانت معمولة سنة 2015 في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. من ضمن الناس المؤسسين كان سام ألتمان وإيلون ماسك، بس إيلون ماسك خرج من مجلس إدارتها عام 2018، وهو كان معمل أبحاث متخصص في الذكاء الاصطناعي المتقدم. طب الرسالة بتاعتهم كانت تتمثل مهمة الأوبن إي آي في ضمان إن الذكاء الاصطناعي العام واللي نعني بيه الأنظمة المتقدمة ذاتية التحكم المتفوق على البشر في معظم الأعمال ذات القيمة الاقتصادية ترجع بالفائدة على البشرية كلها، وهنحاول بناء الذكاء الاصطناعي العام الآمن والمفيد بشكل مباشر. وسننظر أيضا في أن مهمتنا قد تحققت إذا كان عملنا يساعد الآخرين على تحقيق هذه النتيجة. في بدايتها كانت أوبن إي آي منظمة غير ربحية، وأطلقت عدة منتجات مفتوحة المصدر زي جيوم ويونيفيرس. بس من اول جي بي تي 2 سنة 2019 خلاص بدأوا ان هم ما تبقاش مفتاحة المصدر. فاحنا النهاردة هنتكلم عن بعض البدائل القوية المنافسة اللي هي مفتوحة المصدر. وحتى الاوبن اي اي على فكرة في حاجة اسمها اي بي اي بيتيح ان انت تعمل واجهة وتخلي في تواصل مباشر مع الشات جي بي تي. طيب نرجع بقى ايه الحاجات اللي هي معمولة تقدر انت تستخدمها، او تقدر لو انت عندك بحث او عندك مشروع ممكن تستخدم الحاجات اللي هي open source. عندنا بلندر بوت 3، وده من الحاجات القوية. ده برنامج محادثة مفتوح المصدر في نموذج مكون من 175 مليار معامل، ومسموح ان انت تستخدمه وتقدر ان انت تحمل كل الحاجات الخاصة بيه. لكن حسب علمي ان هو حتى اللحظة دي يعني مسموح به في الولايات المتحدة بس، يعني لما تيجي تدخل على الصفحة تحته بيقول لك يو اس اون ات ذس مومنت، واحنا شغالين على ان احنا نبقى في كل الاماكن التانية. طيب ايه تاني؟ عندنا الـ OBT. تمام، الـ OBT نموذج Open Pre-trained Transformer، ده متعامل من خلال الميتا الفيسبوك. هو نموذج لغوي بيتكون من 175 مليار معامل، مسبق التدريب والأكواد متحان للعموم، بس هي ترخيص غير تجاري ومتاح فقط للاستخدام البحثية. طيب بنلاقي برضو بلوم، ده مشروع بيت ساينس معمول سنة 2021،
وتتعاون بين القطاع العام والخاص مع أكثر من 1000 مساهم. ده اتعمل سنة 2021 وده open source وقريب قوي من فكرة الجي بي تي 3 ومتدرب على 46 لغة فيهم اللغة العربية ومتدرب برضو على 13 لغة برمجة وهو بديل قوي للجي بي تي 3 بيكون من 176 مليار معامل يعني أكتر من مليار عن الجي بي تي 3 فهو من الحاجات القوية جدا اللي ننصح بيها. طيب هو متاح بشكل مباشر مش فقط واجهة برمجية لا ممكن تستخدم بشكل مباشر. وبعد كده بنلاقي عندنا جي بي تي جي ده نموذج لغوي مفتوح المصدر من المجموعة اللي اسمها الليسر اي اي متدرب على مجموعة بيانات اسمها زبايل وهي مجموعة بيانات فيها 22 مجموعة فرعية من النصوص الانجليزية يبلغ حجمها 800 جيجا بايت وهي مركزة على المصادر الاكاديمية والمهنية واي حد يقدر ينزل ويستخدم اصدار النموذج ال 6 مليار معامل. هو حجم صغير بس هو بيعمل اداء حلو قوي قريب من جي بي تي 3 وكل شوية برضو بيتطور. بالله عندنا جي بي تي نيوكس وده نموذج لغوي شبيه بجي بي 3 بناء على الميجاترون ال ام وعلى الديب سبيد واستخدموه عشان يدربوا جي بي تي نيوكس. تم استخدام جي بي تي نيوكس وهو في لغة مكون من 20 مليار معامل ومتاح للناس كلها انها تستخدمه ومتاح للناس كلها انها يعني تشوف صفرة الكود وتعرف هو اتعامل منين. هو كتب لك هو ان هو يعني معتمد على الميجاترون والديب سبيد وتقدر ان انت تشتغل عليه بدون اي مشكلة خالص. تقدر ان تحصل على الكود تقدر ان تحصل على الموديل تقدر ان انت تعمل البرنامج اللي انت عايزه من خلاله. هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو لو تعرف حاجات برضو open source بس لازم تكون قوية ياريت تكتبها لنا في التعليق.